وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرنا الأخ على ما قدم من التنبيهات والمواعظ من تلاوة القرآن والاستفادة من الوقت في هذا الشهر الكريم والابتعاد عن الذنوب والمعاصي والاستعداد للموت والخوف من سوء الخاتمة. لكن أنا دار أتكلم في مسألة، والمسألة دي بدأ الله تعالى بها الكلام في الصيام. وبالنسبة للعمرة سئل، جزا الله خير، فسئل بعض الناس، بعض العلماء قال كذي وبعض الناس بيقول كذي. لكن الآن علماء المدينة منهم الشيخ سليمان الرحيلي فبيفتي بأنه العمرة بتكون قبل جدة. وبالنسبة للزول الما كان عارف، هاي الناس الما عارفة، فهذا ما عليه ذنب، لأنه رب العزة والجلال قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ هذا الشيء ما متعمد، أما الشيء المتعمد الخلأ كون إنسان يقع في محظور من محظورات الإحرام، ودي معروف إنه عليه هدي وذبح. لكن أنتوا الآن الإنسان ينوي الإحرام، ينوي العمرة من مكانه، بعد ذاك لما يصل الموقع بياخد فيه الإحرام يغتسل وشنو ويلبسه. لكن من الآن أنت تنوي وتقول لبيك عمرة وتذكر الله تعالى إلى أن تصل شنو ذلك المكان. فدي ده الراجح من أقوال العلماء. طيب، الآية التي بدأ الله تعالى الكلام بها في الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والأخ الكريم جزاه الله خير يتكلم عن العبادة والصيام إلى آخره. لكن يا ناس الزول لو انتبه، رب العزة والجلال ما قال في صريح العبارة، ما قال يا أهل الكتاب ولا قال يا معشر الجن والإنس ولا قال يا أيها المشركون، وإنما خاطب صنفا هم خيار الناس، يا أيها الذين آمنوا. وإنت لما تكون على الإيمان الصحيح أنت في النهاية بتموت على حسن الخاتمة، لأنه الله قال كذا في القرآن، قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والله قال عن أهل الكفر وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بعدين لما نشتهي الخير في الموقع في الموت في القيامة بغلبه. لكن أنت كمؤمن وعقيدتك صحيحة أنت تبشر، يعني تستبشر بحسن الخاتمة، وأنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه سيثبتك وأنه سينعم عليك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لكن السؤال ياتو إيمان الدائر الله سبحانه وتعالى، هل الإيمان بمجرد أن يؤمن العبد بوجود الله تعالى يقول الله فيه وخلاص ذا الإيمان؟ لا، ذا ما الإيمان، لأنه أعظم مخلوق عداوة وبغضاء للإيمان هو الشيطان. والشيطان بيؤمن بوجود الله تعالى، مش بيؤمن، قال أنا خير منه، خلقتني، معناه أثبت إنه الله فيه، وكمان أثبت إنه الله خلقه. خلقتني من نار وخلقته من طين. وكفار قريش الأوائل كانوا يؤمنون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كانوا يؤمنوا بوجود الله تعالى. لكن احنا كمؤمنين بنختلف منهم في شنو؟ بنختلف انه هم بيعبدوا الله وبيعبدوا معاه غيره، وعبادة لغيره ما تفتكر بيقولوا غير الله زي الله، لا لا لا، هم بيقولوا غير الله بقربنا لي الله، هم عارفين اي شيء عند الله. شكر رب العزة والجلال قال ويعبدون من دون الله في سورة يونس
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، قربنا خلاص، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله دي ما دائرة يا ناس، دائرة تمش لي عديل. عشان كذي خمس آيات في الصيام، خمس آيات، في نص الآيات دي رب العزة والجلال قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإنت لا بد تتوجه إلى الله وحده، دار تدعو تسأل الله براو، فادعوا الله مخلصين له الدين، ما تسأل غيره. هسي لو مسكت أي زول قلت له الله كم ولك واحد، لكن تقول له عقيدتك في منه، ولك عقيدتي في الله وعقيدتي في فلان، وإن عتر يقول يا فلان وألحقونا وافزعونا، ده من الشرك بالله تعالى. قال الله تعالى ولا تدعو، ما يا عمي ما عليش أنا ما عينت شخص، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الله قال لك أنت مش مصدق ومؤمن به، قال لك غيري لا بينفعك لا بضرك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. زول يا ناس قال يا الله نجيني، واحد قال يا الله ويا رسول الله، ديل الثاني ده نادى واحد ولا اثنين؟ نادى اثنين، ما قال يا الله ويا رسول الله. والله دايرك تنادي كم؟ تنادي واحد. زول قال يا الله ويا فلان، نادى واحد ولا اثنين؟ نادى اثنين. احنا ماذا ان نشتم ولا ننبس، لكن بنقول خلي عقيدتك في الله، غير الله ده بموت. والله اداك ايه واضحه، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. لو قال وتوكل على الحي نحن هسه ما احياء، لكن قال لك الذي لا يموت، ودي ما بتلقاه الصفة دي إلا في منه؟ في الله تعالى. فالناس تتوجه إلى الله وتدعو الله وحده، ما تنادي غيره، ما تصلي في الصلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تمرق من الجامع تعتر تستعين بغير الله، لا، الله براو سبحانه وتعالى. ما تعلق حاجة في يدك تقول دي من السكين ومن العقرب ومن غيره، لأنه الله قال لك في القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. العلماء قالوا التميمة سموها تميمة لأنهم لأن التميمة كانوا يعتقدون، لو في توجيه للنزول ولا كذب نقف، لأن التميمة كانوا سميت تميمة، قالوا لأنهم كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين والضر. ما تحلف بغير الله، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. ما تقول وحات جناي وحات البيني وبينك وحات شنو وحات، ده كله ما بجوز في الشريعة، وإنما وحات القاعدة دي وحات الزاد ده كلام بنقوله ساي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. راحت حاجة ما تقول فلان بيجيب الرايح ويشوف البعيد، والله أطلعه، الله قال لك في سورة آل عمران وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال لك في سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل، تخيل الموقف ده، رسل أفضل ناس، فيقول ماذا أجبتم يا رسل، بعدتوا متوا الحصل وراكم شنو؟ في ناس يعتقد الميت ده ذاته بعرف الورى شنو؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فيا آباء ويا إخوان ويا أهل، والله نحن نخاف على الناس من الشر ونرجو لهم الخير، العقيدة تكون في الله صحيحة، تكون موحد، جاك الموت الله بثبتك، لأنه من كان آخر كلامي أي من الدنيا لا إله إلا الله دخل شنو؟ الجنة. تخش القبر بيسألوك أول سؤال من ربك؟ تقول الله. ما دينك؟ خلي دينك الإسلام بس، لا أنصار سنة لا صوفي لا جماعة تبليغ لا أخو مسلم لا تجاني لا قادر أبقى مسلم بس، لأنه في قبرك ما بيسألوك من طريقتك ولا جماعتك، ولك ما دينك؟ الجواب شنو؟ الإسلام. في زول بيقدر يجيب غير كذي؟ فإنت خلي أي شيء وخليك متوجه إلى الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا
وكلهم آتيه يوم القيامة شنو؟ فردة بتمشي لله براك اوعك تتعلق بزول. قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بعدين آخر سؤال يقول لك من نبيك أو من هذا الرجل في الذي بعث فيكم؟ فتقول هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنت تحب في الدنيا وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم وتتبعه وتتحرى آثاره وتتحرى الصحيح منه وتعمل بها، سمعت حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام طوالي طبقه وما تشتغل بالناس. الناس دي والله عندها حاجات عجيبة مرة واحدة. يا أخي شاب تلقاه يحضر حفلة يقلد الفنان يسكته زي، أنا داير أختم بالكلمة دي. واحد يحضر مصارعة يقلد المصارع تلقاه يتوطح بالباب وحديد وبشم ولا بزول بيسأله. واحد يفلفل شعره يخلوه زي. واحد يلبس جلابية جيب قدام وجيب ورا ما بيسألوه. أي شيء تعمل وأي زول تقلده يخلوك. مجرد ما تفتح صحيح البخاري، مو جماعة معينة، صحيح البخاري حق المسلمين كله، تقرأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب واعفوا اللحى. تحف الشارب تعفوا اللحية، اللحية تمشي بعد شوية تقرأ سنن أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ترفع إزارك فوق كعبك الجماعة طوالي بصنفوك لك. أها أيوة بقيت معاهم ودوك كم وجاتكم شنو؟ جاتنا شنو يا أخي؟ نحن عرقانين معاك وقاعدين في البلد دي والموضوع ده طويل، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على الخير ويتقبل منكم. جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على الله.